أعمق جهازين لكشف الذهب والمعادن والكنوز في باطن الأرض ويعمل بنظام البحث الصوتي هم جهازين، جهاز لورنز زيتو الألماني وجهاز الإكستريم هانتر من مصنع إكس بي الفرنسي. كثرة الاستفسارات على الجهازين ورجعنا بهذا الفيديو لحتى نشرح أهم المميزات في كلا الجهازين وبشكل سريع. بالنسبة لجهاز اللورنز الزيتو، جهاز بيعمل بنظام الحث النبضي والإكسسوارات الخاصة به. عندنا الوحدة الرئيسية، القرص مقاس 35 والفريم متر في متر، والجهاز بيحتاج لشخصين لحتى يحملوه يبدأوا يشتغلوا عليه لحتى يوصلوا لأعماق كبيرة. الجهاز الوزن جدا ثقيل بالنسبة لجهاز اللورنز الزيتو، في حال إذا ركبنا القرص المقاس 35 فإحنا بنوصل لعمق متر ونص كحد أقصى، أما إذا ركبنا المتر في متر أو الفريم متر في متر بيحتاج لشخصين يحملوا لحتى نوصل لأعماق 4 متر. أما بالنسبة للبطارية الخاصة بالجهاز اللورنز بتشتغل معانا لمدة 3 ساعات وبشكل متواصل، ومحتاجين نشتري باور بانك وهي باهظة السعر لحتى نشتغل على 6 ساعات متواصل. أما بالنسبة لجهاز الإكستريم هانتر من مصنع إكس بي الفرنسي، الجهاز بالنسبة للقرص الكبير بيوصل لعمق 2 متر وبشكل فعلي، أما بالنسبة إلى القرص الكبير بيوصل لعمق 5 متر وبشكل فعلي. يمكن لأي عميل تجربة الأعماق الخاصة بالجهاز بدفن أي هدف في الأرض والتأكد من العمق، وشركتنا بتقدم ضمان على مواصفات الجهاز وعلى العمق الخاص بالجهاز. بالنسبة للإكسسوارات، عندنا الوحدة الرئيسية، عندنا القرص الكبير لخمسة متر، وعندنا القرص الصغير لعمق 2 متر. عندنا الحقيبة الخاصة بالجهاز المصنوعة من البلاستيك المقوى لحماية الجهاز ضد الصدمات، سماعات الرأس، ويمكن شراء البين بوينتر، أفضل بين بوينتر بالعالم من مصنع الإكس بي، وربطه أيضا مع الجهاز. جهاز الإكستريم هانتر ما يحتاج لأي أسلاك نهائيا لربط الإكسسوارات مع بعضها، فهو بيشتغل على تقنية بروتوكول الراديو واللي حاصلين عليه مصنع الإكس بي على براءة اختراع. يمكن ربط القرص مع الوحدة الرئيسية، والقرص الصغير أيضا مع الوحدة الرئيسية، البين بوينتر والسماعات كلهم تربطهم مع الوحدة الرئيسية بنفس الوقت، وما في تأخير أي أبدا بالنتائج، ونتائج واضحة جدا. جهاز الإكستريم هانتر بيحتاج لشخص واحد بيحمل الجهاز، فأنتوا الآن خبروني أي جهاز ممكن تستخدمه.